نبني مساكن للشباب، بعد كده يكتشف الشباب أنها آيلة للسقوط، يعني كمان نبيع أوهاما للناس. تعالوا نشوف هذه المأساة، يعني بدلا من أن نقدم أو أن نساعدهم في حلم السكن، بعد شوية يكتشفون أن هذه العمارات آيلة للسقوط، نبيع أوهاما للشباب وللغلابة. فوجئنا بالتحديد فجر الاثنين بتحركات غير عادية في العمارة، تسطعات جامدة جدا، السيراميك وقع كسر ترابيزة، بيكسر المطبخ كل ثانية وكل دقيقة، تشرخات بتزيد، القديمة بتزيد، انهيارات في المحارة، شروخ في الكمر الخرسانة، ميول زي ما حضرتك شايفة في الأرضية، والوضع خطير جدا، والفروقات والشروخات اهي باينة على الواجهة. وكان في هنا استشاري قال الوضع خطر. كل يوم نسمع حاجات بتقع من بين العمارتين، العمارة فرقت 40 سنتي عن العمارة اللي جنبها، وخرجت بره حوالي أكتر من 20 سنتي، فالعمارة بتميل على ورا وعلى جنب، لدرجة من امبارح بالليل لغاية بالليل امبارح الراجل بلكونته وقعت. هنفضل لغاية امتى؟ لا عارفين نشوف شغلنا، ولا عارفين الولاد يناموا، ولا عارفين أي حاجة، أعصابنا بقت تعبان. الجيران بتشوف بعضها، يعني الشقق بتبص على بعضها من الشروخات اللي وسعت. فلازم رئيس الوزراء يتحرك، ورئيس الوزراء مشكورة كان رئيس الشركة، رئيس الوزراء مذكورا كان رئيس شركة عثمان أحمد عثمان، فأنت كنت رئيس شركة عثمان أحمد عثمان وبعدين بقيت رئيس الوزراء، عندك حل للناس وعندك الشقة تحت إيدك بتاعت منزل أحمد عرابي، انقل الناس، لأن ده حرام. لو كان حد من المسؤولين عنده واحدة بنت متجوزة هنا أو عنده أطفال موجودين في العمارات دي لا يمكن كان هيسكت على كده. الدنيا متبهدلة عندنا، السيراميك كله واقف، الأكل وأنا بعمله نايمين واحنا عيننا مفتحه زي التعالب علشان خايفين لحسن العماره تقع علينا، وكل ماده سامعين طول الليل صوت اصوات كده زي ما تكون حاجه بتقع، حاجه بتخبط، حاجه بتنزل كده، وكل ماده والله انا مش عارفه نعمل ايه. السيراميك بيقع، ارض نزلت بالبلكونه، واطفال، احنا عندنا اطفال، يعني الولد كان بيلعب مره واحده لقينا البلكونه خدته وقعت. طب في قرار الله كان السقف بقى وقع عليه، طب احنا نعمل ايه؟ طب دلوقتي هما بيقولوا لنا اخلع، طب اخلع، طب هنروح فين؟ طب انتوا بتقولوا لنا امشوا، سيبوا العماره وامشوا، روح فين؟ جه مهندس النهارده، جه شاف العماره، لقى في اول ما شاف العماره قال انا هكتب تقرير باخلاء، ما ينفعش دلوقتي اي بني ادم يقعد في العماره، دلوقتي ارواحنا كلنا في خطر. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل، انتوا عارفين انه وزارة الداخلية استحدثت ادارة لمواجهة العنف ضد المرأة، لكن كمان مع تزايد حوادث التحرش الجنسي تم استحداث ايضا ادارة لمواجهة التحرش الجنسي، اللي نتمنى انه المجتمع كله ينتفض لمواجهته بكل اشكاله. انتوا عارفين حوادث الاعتداء الجنسي اللي احنا قضايا كثيرة ومختلفة تناولناها، من التحرش للاعتداء بكل أشكاله للاغتصاب، هي قضية مجتمعية، لكن هنستقبل ضابطات الشرطة عشان يكلمونا عن هذه القضية اللي يجب أن ينتفض المجتمع كله من أجلها.